10 صح والثانية 10 صح. الشيء إذا تكرر تقرر، لذلك فإنني سأضطر إلى تكرار ما جاء في كلمتي الأولى مع بعض طبيعة الحال هي القرارات التي قررت كلها بقبول طلب من عند الطائر الشريف رقم 101081 الصادر بتاريخ 20 شوال 1427 الموافق 20 أكتوبر 2008 المعتبر مسألة قانون يتعلق بتنظيم هيئة المحاماة. بناء القرار الصادر مجلس هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 28/1/2020 القاضي بقبول تقييد السيدات والسادة المحامون الجدد الفوج الثاني ستولى حاليا مناتح للمحامي مصدرات حمزة قريبة 50 بلال أخدود عبد الرحيم قيشي سفيان الوالي فؤاد حضري رضوان قبيح محمد رضا التنساني حنان البركة صفاء الهواري إلى بن كامل أقسم على بركة الله أقسم بالله العظيم أن أزاول مهام الدفاع واستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية وألا أحيلا الاحترامات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح وأن أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة